الذي لا ينجو منه أي إنسان حي، وطوبى لمن يصمم إرادتك المقدسة إذ لم يطع لهم الموت الثاني. اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتلي حياتي ومماتي، في حياتي وحياتي في مماتي. أنا عندي محفوظاتي من أجل المكرمات، وبقائي في صفاتي من قبيح السيئات. سئمت روحي حياتي في الرسوم اقتلوني واحرقوني بعظام الفانيات، ثم مروا برفاتي في القبور الدافئات، تجدوا سر حبيبي طوايا الباقيات. اقتلوني يا ثقاتي، إن في قتل حياتي ومماتي، في حياتي وحياتي في مماتي. سلام ينبوع الفتى فينا واهب معرفة للسماء، غذاء الحب المتجدد محررنا في درايتك هنا تعريت من الأسباب كلها، ومن لا يدري الكتاب لا يعقل فيشرح من
من